شي مرعب، خطير، شي بخوف. فعلا شي بيحير، ما لنا عرفانين لمين بدنا نعطي اللقب. أنا برأيي إنه نعطيه للي بتستحقه عن جدارة. لك ما هون المشكلة، الكل بيستحقه. أنا بشوف نعطيه لأبو رؤوف، قصدي للي جاي من طرف أبو رؤوف. أبو رؤوف لساته على رأس عمله، زلمة قوي وأموره تمام. لا يا أخي روح علينا، يا روح الزلمة طالع ريحته وعبوله يمكن يطير. أنا من وجهة نظري أبو يزن أحلى، قصدي أقوى. لا لا لا، بدك تسمحي لي، أبو يزن طالع ريحته يا جماعة، وبيجوز يكبوله مي باردة ويقحطوله ويزحطوله. صراحة يا جماعة أنا شايف إنه أبو زياد هو أحلى شيء. أبو زياد؟ مين كانت أبو زياد؟ نسيت. مو مهم، المهم أبو زياد. شو رأيكم بأبو زياد؟ والله على عيني على عيني، رجال خدومي متواضع واحتمال كتير كبير يترفع. والله أنا خايفة تكون إشاعة وناكل كم، مشان هيك لازم نكون دقيقين باختيارنا. مزبوط مزبوط عم تحكي، ما بدنا حدا يزعل منا. أنا سمعاني إشاعة كتير قوية، أبو منذر رح يستلم إدارة جديدة. معناها أبو منذر، أبو منذر أحلى شيء. خلص معناها اتفقنا على أبو منذر. أبو منذر خلص، هي أبو منذر. أبو منذر أحلى شيء. بدي روح. وقبل ما أعلن النتيجة بحب أشكر الراعي الرسمي لمسابقة ملكة الجمال معجون الأسنان جيلي. وهلأ صار وقت لكم مين هي الصبية اللي فازت بلقب ملكة الجمال. تهاني الهاني. معين عنده على المكتب؟ ايه بتشرف ولك؟ سلمينا عليك كثير امانه.